الخير. صباح النور. ايه ده؟ هروب اتنين من مستشفى المجانين الدولي. مساء امس هرب المدعو بلحه والمدعو اخوه تمره. بلحه وتمره هربوا من انه نخله دول. استني بس لما نسمع الخبر قولي يا رني. هذا وفور هروبهما انطلقت قواتنا التمرجيه فورا للبحث عنهم في اوكار المجانين. هذا وتنوي يا جماعه يا جماعه اطفوا الراديو ده. ايه اذاعه رانيا الكبرى ساعه صبحيه؟ معقوله؟ وبعدين في مجانين بيهربوا، المجانين ما يعرفوش يعني ايه هروب اصلا. بس عليك يا عادل ما تقولش كده على المجانين. ناس دول فيري انتليجنت، متصورش قد ايه، وبعدين بيعيشوا في ملكوت بتاعهم كده يجننوا. مامي، العالم النفسي المشهور الملحمي ابراهيم ملوخيه كتب في بحثه الاخير. بحثه ايه بقى؟ كتب في حلته مدام ملوخيه؟ ويا ترى بقى مين اللي اشرف على البحث ده، الدكتوره منى عامر؟ استنى بس يا عادل، قولي لي يا رانيا الملاحيس دول هربوا في انهي منطقه؟ واحده في منطقة الجيزة وضواحيها، يعني على فكرة قريبين قوي جدا مننا. ايه قريبين قوي مننا ده؟ انا ومجنون يرضى يعيش معانا هنا في عش المجانين ده؟ لازم يبقى مجنون. على رأيك والله يا سناء، معقولة يعني هيخرج من عنبر مجانين يجي هنا هو على عنبر المجانين الكبير؟ عمال تقول لي اجري وشد حيلك شد حيلك لحد حيلي ما اتقطع، اقطع وحيلنا الله يقطع حيلهم يا شيخ. المشكلة ان هم كانوا ماشيين بظهرهم عشان كده ما شفناش وشهم. يا عم ما تقلقش، انا شفتهم هما داخلين في الشارع اللي فيه القهوه. اقعد كنا حبتين كده نشربنا شويتين شاي وبعدين نقوم نمشي المنطقه. لو مسكناهم وخدنا المكافاه هتبقى لوز لوز اللوز. اه والله. انت جايبني هنا ليه؟ ما كنا شربنا الهباب الشاي ده هناك وخلاص. لا بقى التماثيل بتقعد تبص لي في الكوبايه اللي انا بشربها. بيحسدوك يا ايوه دول بقى. امشي يالا. شاربين اربع كوبايات قبل كده. انت هتضربني ياد ولا ايه؟ لا. امشي يالا امشي يالا. كل شويه على شرب كوبايه شاي. اوعى اوعى. ايه بقى دول؟ ها ها نو نو ست ست اهو ست اهو بقيت ست اهو. ايه ده انت بقيت ست؟ ايوه. اه بقول لك ايه؟ ارمي ودني في بق مورستاني بيتقال. رامي. وبعدين يالا يا رمزي، دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتيه عند قدماء اليابانيين، ريحته وحشه يالا، انت ما بتحمموش ولا ايه؟ لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده تاني معايا عشان ما نخسرش بعض يا دولا. يالا انا بهدي النفوس يالا، عايز يعني اظبط العلاقه اللي بينك وبين التمثال، لان ده تمثال شرس، ده عنيف يالا، ده ممكن ياخدك مقص كاتا يجيبك على الارض يشقلطك. لا يا دولا ده يعمل الكلام ده مع التماثيل اللي على الرف اللي جنبه، لكن انا لا، ده انا واخد بقى الشراب الاسود في الكاراتيه. اه يعني الكلام ده ما بيمشيش معاك انت. أوه. يعمل ده مع التماثيل التانيه. طيب اهم حاجه بقى الشراب اللي انت خدته باستيك ولا من غير؟ لا يا دولا هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطوله اللي جايه هيدوني بقى الاستيك. بقول لك ايه؟ شكلنا هنقبض المكافاه وهتسقسق. الحمد لله جولنا لحد عندنا والليله هيصه. دولا حبيبي لو سمحت يعني انا عايز استشيرك في فعل امر صغير قد كده. خش على النحو خش. انا كنت عايز يعني افصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البازار علشان ما اقعدش بقى مصحصح لهم انا بقى واسكت يا واد بس يا بنت. يعني انت عايز تبقى نايم على طول ما تصحصحش خالص يعني؟ الله دول مسافرين خالص قاطعين تذكره ذهاب وعوده لمستشفى العباسيه. بقول لك ايه؟ انا هما نغشهم لحد انت ما تجهز القمصان. مساء الخير يا اساتذه. انا رايي كاب وعندي ثلاث تماثيل حطيتهم في النيش بصرف عليهم دم قلبي والله يا استاذ ان انتوا تعملوا رفين، رف فوق للولاد ورف التاني لتحتي للبنات. اه لو رف البنات تحت اوكي ماشي عشان الولاد لو تحت هم هيقعدوا يبصوا على رجل التماثيل البنات. لا ما يصحش لا طبعا. صح يا دولا صح. وبعدين كل تمثاله تنام بقى في الكرتونه بتاعتها بقى علشان ما نقعدش بقى ذروتها. آه ايوه صح صح صح. طب ان شاء الله بينا بقى يا كتاكيت. ايه على فين؟ على البيت طبعا، تروحوا تشوفوا زمايلكم في عنبر ستة. وحشكوش جلسات الكهرباء هناك. كهربة ايه انتوا؟ ايه في ايه؟ احنا جايب لكم مولد كهرباء فولت عالي. مولد كهرباء ايه؟ عشان تكهربوا كلكم، عشان تكهربوا كلكم. انتوا تكهربونا ليه يا كابتن؟ انتوا فاهميننا من ايه؟ يا دولا يا دولا شرفتوا عنبر ستة. الله دولا ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده يا دولا؟ ده مستشفى المجانين. ايه ده؟ ياه
أنا حاسس يا دولة إن صدري انجرح. عايزه بقى ينجرح أكتر؟ أه يا دولة. شم مواس يالا. أرقص يا حضري، خرجت يا حضري، أهربت يا حضري. أهو ده يالا مشجع أهلاوي، وحصل له كده أول ما لقى الحضري سابه وسافر. دهب جاوب هتكسب، دهب دهب من غير ما تتعب، دهب دهب اصل السؤال بجنيه، دهب دهب. الله الله يا دولة، دولة الاستاذ صادق علام اهو. لا يالا ده مش صادق علام، التاني اسمه طارق علام، ده بيطلع وراه بقى على طول يالا، يقعد يشاور للكاميرا كده اهو، واي حد يفوز بجنيه دهب يروح يبوس ويسرق منه الجنيه يرجعه لطارق علام تاني، افهم يالا. اعزائي المشاهدين، معانا احد الشباب في الشارع. اهلا، ازيك؟ انا الحمد لله كويس يا استاذ. هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي، مش شايف الهون عند كتفي ازاي؟ فيلم ايس كريم في جليم كان كوبايه ولا بسكوته؟ صراحه يعني انا ما اشتغلتش الفيلم من اوله عشان كان ساح مني يعني. طب انا هسالك سؤال سهل شويه، عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنيه اديهولك عشان ما يضيعش مني. فيلم المواطن المصري رقم بطاقته القوميه كان كام؟ ها، رقم بطاقته القومية صراحة ضاع منه في الحرب في 73، وهو ما عرفش يطلع رقم بديل يعني عشان البيروقراطية. لا 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 لا، تعال انت قصير. غلط؟ لا غلط طبعا، تعال انت قصير. انا هسألك سؤال قصير. مين؟ اكيد هو، ما فيش غيره. الإجابة صحيحة. الله الله. اتفضل يا سيدي. اللي اقول لي معاك فكت 5 جنيه ذهب. شفت بقى شغل الناس، مش هديك الجنيه على طول، بيقول لك 5 بيعجزك يالا. لا لا مالكش دعوه، اخرج انت برانا يا عم. انا حبيت دعوة. يا عم انا حاسس بالفه بينهم يا عم. ماشي ابو الفه. اتفضل. هو حضرتك ممكن اروح افكه من على الكشك اللي هو على اخر الشارع؟ لا يالا، كشك ايه، هتفك من عنده ذهب، روح لبتاع ذهب يالا يفكهولك 5 بسرعه. اقول لك فكه من عند ابو حديده. انه ده اهو. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم. عايز ايه؟ صح، ده متكلم اهو. ما دام متكلم يقبض اكتر طبعا. لو سمحت يا استاذ ابو حديده، الاقي مع حضرتك فكت 5 جنيه ذهب؟ لا سيبك من دي. ايه رايك لما سيح لك دوت واعمل لك منه جنيهات صغيره؟ جنيهات حديد تسيحها؟ طب تسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني ادم انا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم، هنا اهو هنا اهو. انت مش شايف البضاعه دي كلها قد ايه؟ اتفرج عليها بقى لما تسيح، هطلع بيها عمارتين بحالهم. عمارتين؟ الحق يا دوله، ده بيقول لك هيطلع عمارتين. يلا ما تصدقش اي حاجه، دول مجانين. بقول لك ايه، ما دام هتطلع عمارتين ما تشوف لنا شقه عندك كده لو سمحت. والله عندي أوضة شقة وطرقة عاملة 1 مليون إلا نص. أوضة شقة وطرقة؟ طب بقول لك إيه؟ يعني دي متهيألي سعرها كده عالي قوي، يعني الأسعار في المنطقة دي ما تقلش عن 3/4 مليون إلا ربع يعني. الحديد غلي، الحديد غلي، الحديد ولع ولع يما، الحديد ولع ولع يما. ده الحديد فعلا غلي جدا، احنا اسفين جدا ما كناش نعرف، احنا مش عايشين يعني وما نعرفش ان الحديد ولع يعني. ولع ياما. ايوه احنا برضك كنا ما نعرفش الا ان الارض بس هي اللي فيها حديد. لا ده بالعكس، يعني عندك مثلا السبانخ فيها حديد. الحديد ولع ولع ياما. على فكرة دولة الطماطم كمان فيها حديد. الحديد احمر. احمر ياما. الطماطم فعلا فيها حديد، يا نهار جنان. طب متشكرين جدا يا استاذ ابو حديده، متشكرين جدا. دول انا ارتحت للراجل ده. يلا خلي بالك يلا، كل اللي هنا دول مجانين. ايه؟ جون! ما عرفتش اصدها، ما عرفتش اصدها. يلا يا كتاكيت، وجبه الكهرباء جاهزه. انا الاول، انا الاول، انا الكابتن والشرعي. لا مش كل شويه انت الاول، انا نفسي الكهرباء. ابوس ايدك. من فضلك اديني وصله. ايه ده ايه ده، الحق دول، دول بيتخانقوا على الكهرباء. ايوه يا ابني، عشان الكهرباء غليت والحديد ولع. ولع يا ابا حديد ولع. ولع يا ابا حديد ولع. ولع يا ابا حديد ولع. لا لا كده عدى تلت النهار ولسه ما ظهر
العروس. الطبيب في البازار شوفيه فين؟ كلمته اكتر من مره ما حدش بيرد عليا. يمكن المدهور اللي اسمه رمزي كسر البضاعه فعادل راح يجيب غيرها. نيفر ايفر. عادل مش كده خالص. عادل رومانسي ما بتحموش الماده على الاطلاق. يمكن عند مراته التانية يا ماما. هاو دير يو سي ساتش ثينج. ازاي تقولي حاجه زي كده؟ هتتقطع لسانتك يا رب. اولا انا لا يمكن تكون لبنتي ضره. ها انا بنتي الزوجه الاولانيه والاخرانيه. يا جماعه انا قلبي متوغوش وانا قلبي لما يتوغوش يبقى ابني في خطر. شوفي يا حماتي اخشى ما اخشاه ان يكون حصل له حادث اليم عصيب جريمه او ربما تكون او ربما ما يكون قاعد مع اصحابه بيشيش او مع صاحباته بيشيش ومش معبرك. استر يا رب استر. طب هنفضل كده قعدانين مش بنعمل اي حاجه؟ ما ننزل ندور عليه. يعني نعمل ايه؟ نحطه على النت ونحط جوجل ونحط عادل ونعمل سيرش؟ لا انا هنزل ادور على عادل. هندور عليه في الحارات وفي الشوارع وفي النجوع. يا جماعه عادل ضاع في شارع السكوت. كويس قوي. انزلوا كده كلكم برابطه المعلم الزو دوروا على عادل وسيبوا لي البيت بقى استجم واقعد فيه براحتي ولما تلاقوه موبايلات. يا سلوم. وانت فاكره ان احنا هننزل مش هنرجع تاني؟ نو يا حبيبتي نو. احنا هننزل وهيرجع معانا عادل وهنجيبه واحنا منتصرين. ليه بتدوري على عادل نصر الدين؟ يا شيخه انت قلبك حجر ولا ايه؟ ده اخوكي اخوكي. ما يا ماما انتوا اخوكوا تعبان قوي. واحد غاب 3 4 ساعات، ايه اللي حصل في الدنيا؟ تلاقيه بيعمل حاجه وراجع. بس حرام عليكم. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. الوقت وداعمنا. يلا قوموا شدوا حيلكم قوموا. يلا المره هاتي سكينه من المطبخ وغزي بيها ساعه الحائط. لا انا هغز بيها عنيناتك. يا اختي يا اختك سيبي منها. تعالي نروح نغير هدومنا. يلا يلا امشي. واثناء ما احنا بنلعب بيل قامت بقى في بليه قامت اتشقلبت كده هون ووقعت بقى في الترعه. هاي حسن يا شحاته يا معلم. خلي الشبكه بتاعتي تتكلم. البس يا نجم. والسؤال دلوقتي اعزائي المشاهدين، البليه كانت بتعرف تعوم ولا لا؟ اكيد طبعا كانت بتعرف تعوم، يعني بدليل ان البلي كله بيعوم. بس دي كسفت حضرتك لانها مش عايزه تلبس المايوه. زي ما تقول يا حبيبي كده البس بالظبط. انا بقى قمت مقطع الجلابيه بتاعت الرجاله شعن وراجل. قمت مقطع الجلابيه كده وقمت ناطط في الترعه ورا البلي علشان انقذها. وانت شهم طبعا انقذتها وعرضت عليها الجواز بعد ما حبيتها واشترطت عليها ما تلعبش مع بقيه البلي في الشارع، صح؟ لو سمحت لو سمحت يا دولا، بص ما تقطعنيش كل شويه وانا بتكلم مع اصحابي حبايبي وبفتح قلبي ليهم. انت مش بتفتح قلبك، انت بتفتح درج البلي يا ابني. سيبه لو سمحت ابو الكباتن. سيبه سيب القائد يتكلم. قول قول يا حسن يا شحاته يا معلم. انا اسف جدا. اتفضل يا استاذ يا معلم يا قائد. يا نهار ابيض، انا اصلي من المعارضه يعني، بقى انا رمزي مش قادر عليه. يا رب تبعت لي منه شويه اجزاء. وفجاه كل البهايم بقى والحمير قاموا معترضين. ايوه اعترضوا زيكم كده بالظبط. قال ايه؟ علشان احنا بنعمل دوشه واحنا بنلعب كوره. لا ما ممكن برضو الكره تيجي في الازاز بتاع الزريبه يعني تكسره. وبالطبع انا بقى ما سكتش بقى ولا ازاز ولا بتاع. بس برضو هما بقى رخموا بقى وقعدوا يرش علينا ميه وقاموا شايلين طوب العارضه بتاعه الاجوان. اجوان ارقص يا حضري. اجري يا حضري. ركب خرطة يا حضري. ارقص يا حضري. يعني بعد اذنكم يا عاقلين، يعني بعد اذنكم ما دام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله، الاستاذ عصام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديده والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير، ايه رايكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كوره؟ لو كسبنا نطفي النور وننام. اتفقنا؟ ماشي يا دولا. بس في يعني افرض ان شاء الله ان شاء الله خسرنا. لو خسرنا مش هيبقى لنا نفس نحتفل، فهنطفي النور وهننام برضو. ماشي يا دولا ماشي. يلا بينا يلا, يلا بينا يلا بينا. لو ما جيتيش جون هرجعك سوق العبور، فاهمه؟ وده شوطه على السكين ولا ايه دي؟ عادي يا دولا عادي. هنخلي الجون بتاعه على شكل ثلاجه. صح. ونخلي العيال اللي واقفين ورا الجون اول ما شوط يلموا هم البذر بقى. صح يا دولا. بقول لك ايه يا دولا، ايه رايك ما نستنى شويه كده هون يمكن البطيخه تسقع وبعدين بقى علشان الماتش يبقى ليه طعم. يا ده احنا لسه هنستنى على ما البطيخه تسقع. احنا عايزين نلعب رياضه ونحل بالمره. يلا ماشي يا دولا. خلاص يبقى تدوني وقت اسيح لكم حته الحديده دي وابني لكم بيها عرضه. انت الحديده دي محيراك من الاول، انت مش لسه باني بيها عمارتين؟ شكلك كده بتغش في المونه.
لا اوعى يا ابو حديده، اوعى تغش في المونه بتاعه الجوان بعد كده علشان الحاضر ما يقعش عليه المعارضه. حاضر حاضر يا قائد حاضر. يا سلام على حنيه قلبك يا معلم. خايف انت؟ اوعى الحاضر يا ده رمز. لا يا دول انا خايف على البطيخ، انا احسن العارضه تقع عليها تتكسر ما نعرفش نلعب كوره. ياد كده كده هنلعب كوره يالا، عارف ليه؟ ليه يا دول؟ عشان كل اللي هنا دول مجانين. والحديد ولا عندك اتنين شاي مع قهوه زياده وحلبة حصى. يا ابني يا ابني تعالى، احنا بندور على واحد اسمه عادل. عادل سعيد مصري اصيل. اه عادل سعيد يا مثبت العقل في الراس والورقه في الكراس. يا ابني في ايه؟ انا امه في ايه؟ خرج منها لابس القميص. يا سلام، طب ما هو طبيعي انه يبقى لابس القميص لان انا اللي كويه الصبح قبل ما ينزل. اه يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلماه. يا ابني انا اللي غسله له القميص والله. ويهون عليكي ضناكي. يوه انا بقى ابقى حماته، انا اللي حاطه له زرارات في اللياتوس بتاعته. اه يبقى انتوا بقى منمرين من يوم ما اشتريتوا له القميص في فتره الاوكازيون. لا 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 الحقيقه مش احنا اللي مشترينه القميص بصراحه، سناء اخته هي اللي دفعت ثمنه واشترته له. اخته؟ يا جماعه ده عيلة لحم ودم، ولمغزه المنوكير ما يطلعش من الدوفر. عموما يعني هو موجود، اللهم احفظنا رب واحفظ حالمنا، في مستشفى المورستان التخصصي. ايه بتقول ايه؟ مستشفى جننتوه؟ احنا اللي جننا. ايوه قلت له هات 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 لما ربطوا له. هات هات انتوا اللي ورثه. ورثه ايه؟ يلا نروح نشوف. يلا يلا أعزائي المشاهدين، باقي من الزمن 8 ساعات متواصلة وما زالت ضربات الجزاء التشجيعية هي سيدة الموقف. ها جاهز؟ جاهز يا دولة. يلا حاضري، عايزك تصدها بقك. يلا دول انا خايف اشوطها تطلع قرعه. يا دي البيلينج ده على السكين يا ياض، انت بس سمي وان شاء الله تبقى حمرا يا رمزي. يا رب يا رب سهلالي زي ما سهلتها لسعيد عبد الغني في ماتش هولندا والبرازيل. يا رب ماتش هولندا والبرازيل، ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها؟ كانت هي الجمهور. شوط بقى ماشي. نفسي هز الشبكه بقى، نفسي هز الشبكه بقى. شبكه وبطيخ، نفسك في حاجه تانية قبل ما تشوط؟ ماشي يا دول ماشي. شوط هشوط اهو، شوط اهو، هشوط اهو، شوط هشوط اهو، هشوط اهو، هشوط يلا ما تشوط يلا وخلصت ما تجننيش. ماشي يا دول هشوط اهو، هشوط اهو. فاول فاول على السرير، طردوا لي السرير ده، السرير ده طلعوا لي بره، طلعوا لي بره. حلو عديها له بقى المره دي بقى يا دوله بقى، ده مهما كان برضو سرير محترف. لا معلش السرير ده مش اول مره يعملها، قبل كده وقع المولل على ال 12 لعيب، طلعوا السرير ده بره. يا دوله هات لي بقى، هات لي قاوت ولا جورنال ولا اي حاجه. جورنال؟ ما انا لسه منديك اوف سايد من شويه. يالا هجيب لك منين؟ هجيب لك منين؟ طب بص يا دوله اديني حتى بلينتين. بلينتي ايه اللي اديهولك يالا؟ ما انا كنت جايب معايا شويه بلينتيات بس عشان الماتش طول، البلينتيات اللي عندي خلصت. عامل ايه؟ ده بص حتى الصفاره شحنها خلص يالا. اه يا دول اتريني عمال تصفرني وانا مش سامع يا دوله خالص. طب بقول لك ايه، ما تستلف من الهاينز مان. الهاينز مان هاخد منه ولا ايه؟ ولا ايه يعني؟ ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابه. ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العالم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشره عشان النهائي بكره يالا. ايه ده هو بكره جه يا دوله؟ امال ايه، جه امبارح يالا. جاهزين؟ الحديد يا دكتور يا دكتور اهدى الحاله جت خلاص. يا بروفيسور 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 بلح ارجوك، زوجي عادل بكامل قواه العقليه. طب والماتش اللي جوه ده هنشوفه خلص ولا هنقضيها هدف ذهبي؟ ماتش يا دكتور، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، ان عادل ده شاب كله رياضي وما بيشربش تجاير وعمره ما دخن. بص بقى يا دكتور، بص يا دكتور، لو انتوا حاجزينه عشان الفلوس انا مستعده ادفع الحساب، بس ارجوك 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 تخرجوه. هنخرجه بعد ما نضف له ودنه عشان عنده التهاب في الاذن الوسطى، مفوتها على الاخر. شوف يا دكتور، انا لا انكر انه احيانا عادل كان بيصاب بحالات ذهنيه متفرده، بس على فكره ده ما كانش شيء ثابت، ده كان بيجي له كده لما يجي له اكتئاب. لكن لو نظرنا لكتاب البروفيسور العظيم
ابراهيم ملوخيه هنلاقي انه تعدد الذهن ده بيحصل في الحالات اللي هي بتبقى فيها كده فيها كده. بس احنا ما نقدرش نعرف حاجه غير لما ندوق ونغرف. ابراهيم ملوخيه قلت لي على كده. بص يا دكتور، بص نعم. يا دكتور، لو انت عايز تاكل ملوخيه انا مستعده اعمل لك ملوخيه في دقيقه وتاكل صوابعك وراها، بس ارجوك 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 اطلق سراح ابني. يا حضره الضابط ابوس ايدك يا حضره الضابط. بريء والله بريء. ما عملش عسكري يا ضابط. مين ضابط؟ مين انتوا اللي عايزين تتظبطوا؟ انتوا اخر مره اتكهربتوا امتى؟ انا عارفه انا عارفه انا اتكهربت سنه 2000، يعني في غضون من 2000 ل 2001 كنت بعمل العصير لابنتي ياسمين في المطبخ، وكان اللي هو اللي بدل اللي بيعمل العصير ده راح مفوت، فروحت لاسعه بقى. وانت يا حاجه؟ انا بقى هقول لك، انا بقى اتكهربت لما كنت بتصنت على التليفون، بس ربنا عمل فيا كده عشان يبقى في حكمه، عشان يقول لي ما تتصنتيش تاني، عيب عيب عيب. طبعا. والاخت ام الالوان المتعدده. انا بقى كنت قاعده باخد بنسولاي كده في الشمس، وبعدين انا نفسي هفتني على فشار، رحت رايحه علشان اجيب الفشار، وبمسك الفشار كده لقيت كهربا 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 وصحكتني، ومن ساعتها بقيت كده يا دكتور. طب بقول لكم ايه؟ ايه يا بلا حق؟ اقول لكم على حاجه. قول 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 يا ابني جميله خالص. احنا جايبين جهاز كهربا جديد بالقسط. يلا بينا عشان كهربا. عموما احنا بنعتذر، ده خطأ مقصود او مش مقصود انا مش واثق. تعتذر ايه حضرتك؟ حضرتك يعني ده انا اتمرمطت جوه، ده في واحد اسمه ابو حديده ضربني بالحديد على كتفي، من ساعتها بص مش عارف احرك ايدي خالص. كذاب كذاب. حضرتك ابو حديده ده انسان نبيل وشهم وظريف والله، وبدا من الصفر لغايه لما بسم الله ما شاء الله وصل لغايه لما بقى على الحديد. مع الحديده يعني تحت الصفر يا غبي كده هنتحبس تاني كده، هيدخلونا جوه تاني مع المجانين. انا نفسي ادخل جوه، انا نفسي ادخل جوه. عموما تشرفنا بيكم، اتفضلوا انتوا دلوقتي، ولو عزناكم هنبعت نجيبكم، سيبوا لي تليفوناتكم. قوي قوي، هات تليفونك هات تليفون. اتفضل اتفضل، ادي تليفوناتنا هنا كده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.